السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في ISEF 2022. ربي لك الحمد، الحمد لله على الإنجازات والجوائز اللي حصلناها خلال هذه المسيرة. نشكر جميع الداعمين لنا من إدارة موهبة، الجامعات، المعلمين، المشرفين، وزارة التعليم، وأيضا أولياء الأمور الكرام. ونهدي هذا الإنجاز لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين أمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. نوعدكم بالمزيد قريبا إن شاء الله، وشكرا لكم.